مخطوط انها باش تسلق النهاية، تقدر تلعب النهاية كاع عجلة، عندنا دراري في المستوى، عندنا دراري واعرين اخويا. سليمان مبروك علينا، وكنتمناو فرحة كبيرة، وديما مغرب وديما وداد وكاع حشرة. الحمد لله احنا ولاد الشعب، وكنتواجدوا مع ولاد الشعب، وحنا فرحان بالفوز ديال المنتخب ديالنا الى جانب الساكنة ديال الاقليم، وشكرا. ها هو ها هي اليوم حنا جد فرحانين على الفوز ديال المنتخب المغربي، وكان هذا الشيء متوقع، لان هاد السنه هذه الحمد لله المنتخب غادي بواحد المستوى عالي، خصوصا مع المدرب المغربي اللي هو عنده روح مغربيه، روح وطنيه. حنا تنهنيو اللعابه ديال المنتخب الوطني، تنباركوا لهم في هذا النهار هذا، وتنباركوا لجميع الشعب المغربي من الصحراء للغويره، وكذلك خاصه للشعب المواطن السليماني اللي هو الرياضي الاول. كيف تشوفوهم اليوم؟ هما كلهم فرحانين، وكلهم ناشطين، وكلهم تيهنيو اللعبة ديالنا، وتيهنيو الشعب المغربي كامل. واليوم سيدي سليمان عنده عرس رياضي، ومعروفة سيدي سليمان، معروفة المواطن سيدي سليمان، معروفة الرياضة في سيدي سليمان. تنتمناو إن شاء الله حتى مدينة سيدي سليمان تأهل الرياضة وتأهل كرة القدم، وتنتمناو المسؤولين جميعا تعاونوا على هذه البلاد هذه، حتى احنا نفرحوا سيدي سليمان بواحد الفريق اللي هو غيكون قوي ان شاء الله، لان هذه بداية الطريق، لان المنتخب عطى واحد العمل كبير داخل تنشكر فريق المنتخب الوطني بزاف على التعلق ديالو هذا اللي لعب اليوم، وتنتمناو له المزيد من التعلق ديما المغرب. شكرا بزاف، وحنا فرحانين بزاف بهاد النتائج اللي خرج بهم المنتخب، وان شاء الله الكاس ديال العالم غادي يكون في اليد المغاربه كاملين ان شاء الله. السلام عليكم، هي الاولى. كنشكر الشعب المغربي بزاف على هذا الفوز المستحق، وكندي التحيه لمحمد السادس الله ينصرو. وانت تمشي من هنا على شي الله ينصرو حبيب باي جارك تما ديديكاس. كنشكر المنتخب المغربي كنشكر المنتخب المغربي بزاف، والله ينصر سيدنا. تنقول لاخر نوت لا للزياده، لا للزياده. خويا انا فرحانه بزاف، صافي ديما مغرب ديما مغربي. الفوز ديال المغرب مبروكو عليه، وقتاليه ديال اللعابه حكيمي زياش، يعني بون ماتش لعبوا المغاربه، وهاد الفرحه اللي فرحونا نتمنى يفرحونا في الدور الثاني،
والحمد لله وخا كان الماتش صعيب ولكن الحمد لله دزنا واحد بروح قتاليه روح ديال الوطن ديال المغرب الراي ديال المغرب وهذا هو الفضل اللي فرحونا وفرحوا الشعب المغربي وتنشكر مدينه سليمان مدينه كافه المدن ديال المغرب ان شاء الله الحمد لله اللعابه وخا كانوا مبليسين ولكن الحمد لله تقاتلوا بروح قتاليه نشكر المدرب الركراكي نشكر جميع المشجعين اللي شجعوا المغاربه من انحاء المغرب العالم والحمد لله هذا فضل من عند الله وفضل من عند المجهود ديال اللعابه شكرا بغيت نوجه واحد الكلمه للركراكي تحيه ليك خويا وتو اللعاب كامل وديما وداد وهذا رجاء وهذا رجاوي رجاء وكنشوي اخويا كنشكروا مدينه سيدي سليمان وكنشكروا على هذا الفوز اللي قاموا به المغاربه وديما المغرب ديما المغرب تقدموا بالشكر تقدموا بالشكر ديالنا ديما المغرب واحد جوج زيرو ديما المغرب وديما رجاء خويا فرحان بزاف هاد الرباح اخويا والتعاون المونديال كاس العالم اخويا كاس العالم الشرفه باقي طوبه تحيه كامله للوداد ديما مغرب ديما وداد ديما مغرب ديما رجاء كنا مغاربه وكاين شي واد ديما مغرب كاين لا والو في الجيب ونجيب ام صحه والمغرب كاس العالم ان شاء الله